بسم الله الرحمن الرحيم. رياضيات سنة الثانية إعدادي، نستأنف مع الصفحة رقم 9 من كتاب واحد الرياضيات. إذا طبعا وصلنا إلى نشاط 2، نعتبر العدد أ حيث أ تساوي 18 زائد 5 مضروبة في ناقص 1.4 ناقص ناقص 15 زائد 7.5 ناقص ناقص 1.5 مضروبة في 9. إذن سنحسب هذا العدد، عندنا أ تساوي 18 زائد 5 مضروبة في ناقص 1.4 ناقص ناقص 15 زائد 7.5 ناقص ناقص 1.5 مضروبة في 9. إذن كما نلاحظون عندنا أ تساوي 18، ثم عندنا هذا العدد في الحقيقة هو عدد واحد رغم أننا سنشوفه في العدد الجدا، يعني ممكن لناش مثلا نأخذ هذه الخمسة ونحطها بوحدة نخليها ناقص 1.4 هنا مثلا، بينما يمكن مثلا أننا ننقل 18 إلى هذا المكان ثم نأتي مثلا ب زائد 7.5 إلى المكان الآخر. ممكن أننا ننقل مثلا ناقص ناقص 15 حيث ما شئنا، لكن مثلا أن نفرق بين 5 وناقص 1.4 مثلا أو ناقص 1.5 و 9 يمكن التفريق بينهما، فهما في الحقيقة يكونان عددا واحدا، فما يكونان كما نقول عددا واحدا. إذن هنا عندنا 5 مضروبة في ناقص 1.4، كما تلاحظوا بأن عندنا زائد 5 عدد موجب، ثم عندنا ناقص 1.4 عدد سالب. إذا عندنا الموجب مضروب في السالب، جدا بين عدد موجب وعدد سالب يعطينا عدد سالب. إذا ممكن أننا نضع من البداية الإشارة ناقص هنا، ممكن أننا نخرج هذه الإشارة إلى هنا بدل هذا الزائد التي عندنا هنا. إذا ناقص 5 مضروبة في 1.4 مباشرة، ثم عندنا ناقص ناقص 15، هاد ناقص راه بحال عندنا ناقص وحدنا، واحد طبعا في الجداء ما تتعتبرش، هنا لا بحال اللي تنتكلموا على واحد زائد صفر، صفر ما يتعتبرش، نفس الشيء هنا، ملي تنضربو في واحد في الجداء، واحد ما تتعتبرش، إذا هنا بحال عندنا ناقص واحد، عندنا ناقص واحد مضروب في ناقص 15، شنو عندنا؟ شنو غيصبع عندنا؟ عندنا ناقص ناقص، شنو غتعطي؟ عدد موجب. عدد موجب، إذا ديما عدد سالب، ديما الجداء بين عددين اللي هما نفس الإشارة، يعطيان تكون النتيجة عددا موجبا. إذن زائد 15 زائد 7.5 نفس الشيء هنا، عندنا ناقص 1.5 مضروب 9، المقصود عندنا عدد سالب مضروب في عدد موجب، شنو غيعطي الجداء ديال العددين؟ غيعطي عدد موجب، عدد سالب. ثم عندنا هذا ناقص على الخارج، فالخارج عندنا ناقص، اذا ماذا سيكون؟ ماذا ستكون النتيجه؟ عدد موجب. سيكون في الاخير عندنا كنتيجه عدد موجب، اذا سيكون عندنا زائد 1.5 مضروبه في 9. فهمتي؟ اذا عندنا 18 ناقص 5 مضروبه في 1.4، عندنا 15، ثم عندنا 7.5، ثم عندنا زائد، ثم عندنا زائد 1.5 مضروبة في 9. إذا نقوم بالعملية. إذا عندنا أ تساوي 18 ناقص، ثم عندنا 5 مضروبة في 1.4، طبعا عند الضرب في عدد 5 نضرب في 10 ثم نقسم على ماذا؟
عندما يكون عندنا أ مضروب في خمسة، المقصود بأنه أ مضروب في عشرة مقسوم على ماذا؟ على اثنين. على اثنين، إذن عشرة على اثنين هي خمسة. إذن سنضرب هنا، سنضرب العدد 1.4 نضربه في عشرة ثم نقسم على اثنين، وبالتالي سنكون ضربنا نفس العدد في خمسة. إذن 1.4 مضروب في عشرة كم؟ 1.4 مضروب في عشرة كم؟ 14. ثم نقسم على اثنين حتى نكون قد ضربنا فقط في خمسة، إذن سيكون الناتج هو 14. 1.4 مضروب في عشرة 14، ثم نقسم على اثنين 7، هي 7، إذن ستكون نتيجة 7، إذن ناقص 7. ثم عندنا زائد 15 زائد 7.5 ثم زائد، ثم عندنا 1.5 مضروب في 9. طبعا في عمليات كثيرة عندما نضرب في 9 المقصود أننا نضرب في 10 ثم ننقص من هذا العدد، لاحظونا مثلا 9 في هذا العدد، المقصود أننا نكرر جمع هذا العدد 9 مرات، هذا هو المقصود. 9 مضروبة في 1.5 9، لنفرض مثلا عندنا هنا 2، 9 في 2 المقصود فيها 2 ليمونة 9 مرات مثلا، 2 ليمونة 9 مرات أو 2 دراهم 9 مرات، المقصود هنا أننا نكرر 2 شيء ما 9 مرات أو نكرر 9 2 مرات، أو نكرر 9 2 مرة. 9 مضروبة في 1.5 مثلا عندما نضرب 9 في 2، إذن طبعا نضرب 2 في 10 ثم ننقص 2، هل لا؟ احنا عندنا جوج ليمونات غير 9 مرات، علاش ما نديروش هاد جوج ليمونات 10 هاد المرات وننقصو جوج ليمونات؟ الحمد لله، لان احنا عندنا هادي غير 9 مرات، نديرو احنا غير واحد، هنا نضع غير واحد، نضع فقط واحد، هنا عندنا 9 في 1 اذا 9 ليمونات، هذا واحد يمثل ليمونة مثلا، إذن 9 ليمونات، لماذا لا نضع 10 ليمونات ثم ننقص ليمونة وبالتالي تكون عندنا 9 ليمونات، فهمت ولا لا؟ واحد الحاجة غنحسبوها 9 مرات، علاش لما نحسبوهاش 10 المرات ونقصوا هذيك الحاجة، ننقصوا منها واحدة، فهمت ولا في الآخر؟ فهمتني؟ فقط باش نسهل الحساب، إذن احنا عندنا 9 سنضرب في هذا العدد إكس مثلا، إذا هاد إكس سنضربه 9 مرات، غنضربه هاد إكس 10 مرات وفي الآخر نقصه إكس، وبالتالي غتبقى عندنا 9 إكس، إذا هادشي اللي غنقوم به هنا، 9 مضروبة في 1.5 سنضع 10 مضروبة في 1.5 ثم ننقص 1.5، إذا سيكون إذا 9 ثم نحصل على النتيجة، إذا 1.5 مضروبة في 10 كم؟ 1.5 مضروب في 10 كم؟ 15. ثم ننقص ماذا؟ ليمون 1، ها اللي ضربنا في 9، هاد العدد كله ما ضربناش غير واحد بوحدو، راه هذا كله مضروب في 9، هما اللي ضربنا في 10 راه زدنا 1.5، واش انت ما فهمتيش؟ 1.5 هانتي شوف، 9 مضروبة في 1.5، شتيا؟ شنو المقصود بها؟ المقصود بها 1.5 زائد 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ياك؟ 1.5 شحالنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، شتيا ولا لا؟ هذه شنو هي؟ هذه هي 9 مضروبة في 1.5، إذا حنا غنديرو الجمع ديالها، شنو غنديرو حنا دابا باش نسهلو القضية؟ غنزيدو 1.5 هنا، شتيها؟
شي ولا ملي خرجنا لحسابنا غنقصوا منو هاد واحد من سلزنا من عندنا. انت ما فهمتينيش. اذا ملي غنزيدو هاد واحد ونص واش غتبقى عندنا 1.5 صات ولا عندنا 10.5 غتولي عندنا 10 مضروبه في 1.5 هما اللي غنلقاو النتيجه. شنو غنديروا لهاد النتيجه ملي غنلقاوها؟ غتولي 0.10 غنلقاو النتيجه راه غنلقاو 10 في 1.5 ولكن واش عندنا 10 في 1.5 ما عندنا غير 9 في 1.5 حنا ضفنا هاد 1.5 فقط باش نحصلوا على هاد الصيغه لان ساهله في الحساب ولكن في الاخر شنو خاصنا نعملو؟ نقصو. شنو غنقصو؟ 1.5 غنقصو هاد العدد كله ما غنقصو شهر واحد. اذا هادشي اللي غنقومو بينا. اذا عندنا 1.5 مضروبه في 9 اذا غنديرو 10 مضروبه في 1.5 غتعطينا 15 كم سننقص منها في الاخير؟ 1.5 اذا 15 ناقص 1 هي 14 ناقص نصف فنحصل على ماذا؟ 13.5 هي ولا ماشي هي؟ إذا تم نقوم بالعملية غتساوي 18 ناقص 7 شحال؟ هي 11 ياك زائد 15 وين نجمع هذا 15 زائد 7 ونصف كم؟ واخا نزيدو هاديك على ماشي مشكلة زائد 15 زائد 7 و 13 كم؟ 7 و 13 غير هادي مع هادي كم؟ 7 و 13 هي 20 ونصف ونصف 21 إذن غتساوي كم؟ عندنا 11 و 15 شحال هي 26 شحال هنا؟ 26 زائد 21 شحال تعطينا؟ 47 إذن أ تساوي 47 احسب قيمة أ بدون استعمال المحسبة. إذا نحن حسبنا أ ثانيا اكتب برنامجا تسلسل الأزرار التي يجب الضغط عليها يمكنك. إذا نتكلم عن هذا البرنامج اللي هو المقصود به الأزرار التي يجب الضغط عليها يمكنك من حساب قيمة أ باستعمال المحسبة. إذا طبعا هنا كاين جوج حالات ديال المحسابات على حسب المحسبة اللي غنستعملو. كاين المحسبة العادية وكاين المحسبة المتطورة اللي تيكون فيها السينوس والكوسينوس. بالنسبة لهاد المحسبة الأخيرة اللي هي اللي فيها السينوس والكوسينوس إذا ممكن أننا نحسب أ بنفس الطريقة. نضغط على الزر واحد نضغط على الزر ثمانية نضغط على الزر واحد نضغط على الزر ثمانية نضغط على الزر زائد نضغط على الزر خمسة نضغط على الزر فتح القوس الزر ناقص الزر واحد الزر فاصلة إلى غير ذلك. نقوم بالعملية بنفس الشكل لكن في المحسبة العادية مثلا هذه المحسبة سنقوم بالأمر التالي. طبعا أولا سننظر إلى العملية التي أمامنا ثم طبعا نذهب أولا إلى الجداء. طبعا سنضع أولا الجداء 4 ثم عندنا هنا ناقص ناقص 1.5 مضروب في 9. إذا عندنا هذا العدد الموجب سنضعه أولا. إذا أولا سنضع هذا العدد الموجب أولا. العدد الموجب عندنا إذا عندنا هذا الجداء الذي سيعطينا نتيجة موجبة سنضعه أولا. إذا عندنا 1.5 مضروب في 9 إذا ناقص ناقص 1.5 مضروب في 9 طبعا كما قلنا بأن ناقص مع ناقص هتعطيني زائد. إذا هذا العدد في الأصل قسمة عندنا موجب.
إذا سنضع 1.5 ضرب 9 لاحظ عندنا 1.5 مضروبة 9 تساوي 13.5. ثم نسجله في الذاكرة بM زائد، يعني أننا سندخل العدد موجبا كما هو. إذا سنضع M زائد، ثم بعدها سنذهب إلى الجداء الثاني. إذن عندنا 5 مضروبة في 1.4. طبعا نضيف الإشارة في الآخر، سأقول لك كيف سنضيف هذه الإشارة. إذن عندنا 5 مضروبة في 1.4 سنكتب مباشرة 13.5. طبعا عندما سنكتب ستنتقل المحسبة إلى العدد الثاني مباشرة وستتجاهل النتيجة التي عندنا هنا. إذن سنضع 5 مضروبة في 1.4 كما نلاحظ تساوي 7. ثم سندخلها الناقص لأن العدد سالب، سندخلها الناقص. إذا الآن هي سجلت داخلا هنا، ثم نستخرج النتيجة بين العددين. طبعا لو كان عندنا جداء آخر لقمنا بنفس الشيء كما قمنا به الآن. إذا كان موجبا ندخله بN زائد، إذا كان سالبا ندخله بN ناقص. الآن لم يصبح عندنا جداءات أخرى. إذا طبعا سنضغط على هذا الزر MR حتى نستخرج النتيجة كما نلاحظ. إذا النتيجة هي 6.5 بين الجدائين، طبعا الطرح بين الجدائين كما رأينا. الآن نستكمل العملية، بقي لنا 18، عندنا 6.5 سنضيف عليها الباقي. عندنا 18، إذن زائد 18 تساوي، ثم عندنا ناقص ناقص 15، إذن زائد 15 زائد 15 تساوي، ثم زائد 7.5 ثم زائد 7.5 تساوي كم؟ 47. إذن سنضغط على الأزرار التي ذكرنا الآن، أزرار التي سنضغط عليها لحساب أ. طبعا سنضع 1.5 هنا مضروبة في 9 ثم سنضغط على الزر 1 ثم الزر فاصلة ثم نضغط على الزر 5 ثم نضغط على الزر ضرب ثم نضغط على الزر 9 ثم نضغط على الزر M زائد. مباشرة سنضغط على 5 ثم الزر في ثم 1 ثم فاصلة ثم 4 ثم تساوي، نسيت هنا تساوي، عندي تساوي، ثم تساوي ثم تساوي ثم M، هذا العدد سالب، نضغط على الزر M ناقص. طبعا هذه النتيجة ستنقص من هذه النتيجة، يعني في الذاكرة. ثم نضغط على MR. MR بعدها نضيف عليها ما تبقى، نضيف عليه 18 زائد 18 زائد 15 زائد 7.5 فنحصل على النتيجة. نفس الشيء نعبي، فقط هنا عندنا القسمة كما نلاحظ، هنا فقط عندنا القسمة، عندنا بي تساوي ناقص 35 ق
قاسم ناقص 0.5 ناقص 15 زائد 187.5 قاسم قاسم ناقص 2.5 إذن كم ستكون عندنا هنا؟ ب تساوي ناقص 35 قاسم هذا العدد. إذن عندنا عدد سالب قاسم عدد سالب. النتيجة كيف ستكون؟ موجبة. طبعا كما قلت لك بأن القسمة هي الوجه الآخر للضرب. الضرب والقسمة هما وجهان لنفس الشيء. إذا الآن ممكن أننا نتخلص من الإشارة. إذا طبعا سنكتب أعداد كما هي. إذا 35 طبعا 35 قاسم 0.5 المقصود أنها قاسم 1/2 0.5 هي 1/2 ناقص ناقص اش تعطينا هذه زائد 15 ثم عندنا ناقص هنا عندنا زائد ثم عندنا القسمة كيفاش تكون النتيجة سالبة وبالتالي ممكن أننا نخرج الناقص في البداية بدل هذا الزائد إذن ستكون عندنا 187.5 قاسم ماذا؟ ناقص 2.5 الناقص أخرجنا إلى هنا بقيت لنا 2.5 هذه 2.5 ممكن كتابتها 25 على ممكن كتابتها 25 على 10 ملي نقسم 25 على 10 شنو تعنينا بعد ما نرى عندنا 25 فاصلة مجموعة أصفار إذا ملي نقسم واحد العدد على 10 سترجع الفاصلة رقم وجهي وبالتالي نحصل على 2.5 طبعا هنا عندنا 2.5 بحالة نقولوا على 1 الحمد لله تنضرب هذا في 10 وبالتالي الفاصلة غتمشي للجهة ليها عندي غنضربوا 2.5 في 10 وبالتالي الفاصلة ستزاح برقم إلى اليمين ثم نضرب 1 في 10 فنحصل على 10 التي عندنا هنا الحمد لله إذا العدد ب هو هذا إذا شوفنا عندنا 35 مقسوم على واحد العدد كسري إذا شنو غيعطينا ب تساوي 35 مقسوم على واحد العدد كسري شنو غنعملو ليه طبعا القسمة غنحولها للضرب كما قلت لك بأن القسمة هي الوجه الآخر للضرب شنو نعملو لهذا ملي تنقسمو شي عدد على عدد كسري شنو تنعملو باش نحسبوه كنقسمو هو المقسوم شنو غنعمل نقسمو ديريك في 2 قسمو على 2 هو اللي كان عندنا الضرب اللي كان عندنا هنا الضرب ما تنقسموش على 2 ملي تيكون عندنا كاع الضرب هنا تنضربو 35 في 1 ونقسمو على 2 ودابا عندنا القسمة عندنا العكس ديالها شنو غنعملو هنا تنضربو في المقلوب هذه معروفة تنضربو في 2 على 1 زائد شنو 5 زائد 15 ناقص هنا نفس الشيء احنا عندنا القسمة شنو غنعملو نضربو في المقلوب اذا عندنا 187 187.5 نضربو في المقلوب فاش نضربو فاصلة 5 نضربو فاش 10 في 10 على 25 إذن دابا نحسبو بي هاد بي تتساوي
35 بروح لك شحال؟ جوج 35 شحال؟ جوج 35 شحال؟ 35 في 2 مقصود بها جوج مرات 35 هي 70 زائد 15 ناقص. هنا نقوم بالعملية بالأحسن ياك. عندنا تسعة وثمانين ضرب في عشرة شحال؟ 1875. إذا نحيد الفاصلة 1875 قاسم 25 تسعة وثمانين مقسم على 25 تسعة وثمانين. نأخذ ثلاثة الأرقام الأولى حيت 18 ما تقسمش على 25. إذا خذنا جوج الأرقام ما تقسمش على 25. هنا كاين جوج أرقام، يعني في الأصل إحنا عندنا جوج أرقام، هنا غناخد جوج أرقام، ولكن الآن الأرقام مكفولاش، 18 ما غتقسمش على 25، حنا يلا بادين في القسمة، إذن غنزيدو رقم آخر اللي هو سبعة، إذن غتولي عندنا 187 مقسومة على 25، إذن غتولي عندنا شحال؟ هي سبعة ياك تقريبا سبعة، سبعة في خمسة شحال؟ 35 من 37، سبعة في خمسة 35. غندير واحد 30 غنتسلفوها غتولي عندنا 37. اذا 7 في 5 35 من 37 شحال؟ هاد 35 غنقصوها من 37، نقصو 37 ناقص 35 شحال غتبقى لينا؟ تبقى لينا 2. 35 36 37 7 في 2 شحال؟ 7 في 2 14. وما ننسوش 3، 7 في 3 7 في 2 14، و3 اللي سلفنا هي 17. من 18 قط واحد 17 ناقص 18 ناقص 17، 7 في 2 14 و3 17. هنقصوها من 18 اللي عندنا هنا، ولما كانش نتسلفوا حتى هي نكملوا العدد الا كان طويل، اذا غتبقى لنا 12. ثم ننزل 5، عندنا 125. 125 مقسوم على 25 كم؟ 125 مقسوم على 25 كم؟ هنا عندنا 125. غير باش تعرف 100 راه فيها 4 ديال 25، 4 4 ديال 25، 25 و 25 50، و 25 و 25 هي 50، 25 و 25 50، و 25 و 25 50. إذا عندنا 4 ديال 25 هي 100، ثم عندنا هنا 125 زيد واحد 25 أخرى، شنو الرقم اللي غنديرو هنا؟ 5. إذا 5 في 5 25، غنوضعو 2 هنا، 5 في 5 25 من 25، 5 في 5 25 من 25، غنوضعنا 2 هنا هي 0. 5 في 2 كم؟ 5 في 2 10، 10 زائد هاد الاثنين اللي سلفنا هي 100، هي 12، وغنقصوها من 12 هي 0. اذا النتيجه كم هنا؟ 75. اذا النتيجه 75، اذا ناقص 75، اذا ناقص 75. اذا عندنا بي تتساوي، شوفنا هاد نوج هذا متقاربين، هذا موجب هذا السالب، غنجمعهم هما الاولين، 70 ناقص 75، طبعا 75 كبار من 70، هل انا عندي 70 درهم وواحد السيد تيتسالني 75 درهم ياك؟ انا عندي 70 درهم وواحد السيد تيتسالني 75 درهم، اعطيته 70 درهم شنو غيبقى في الاخر؟ ناقص 5. غيبقى ناقص 5، غيبقى يتسالني 5. ثم قلبت في جيبي الاخر ونلقى 15 درهم، عطيتو 15 درهم شنو غيدير؟ غيرجع لي 10 درهم. اذا هذيك 10 درهم اللي بقات عندي انا بقات زايده، اذا زائد 10 الحمد لله. اذا 70 ناقص 75 هي ناقص 5،
ناقص 5 زائد 15 هي 10. إذا بتساوي 10. إذا طبعا من حيث الحساب سنقوم بنفس الشيء كما رأينا. إذا نكتب هذا القدر حياكم الله وإلى اللقاء القادم بإذن الله.